من القاهرة. عصر من الغناء. عصر من الغناء. عصر من الغناء. عصر من الغناء. عصر من الغناء مع أم كلثوم. باقة من أحلى حفلات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يقدمها لكم جلال معوض. سادتي وسادتي، يسعدني أن ألتقي بكم الليلة مع واحدة من أحلى أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم. إنها قصيدة أغار من نسمات الجنوب التي كتبها الشاعر أحمد رامي ولحنها الموسيقار رياض السنباطي، وشدت بها أم كلثوم على مسرح دار سينما ريبولي في عام 1957 في تسجيل نادر. سيداتي وسادتي، إنها حقا أغنية رائعة ونموذج للأغنية العربية الكلاسيكية الراقية، حينما تنهل من نبع الشعر العذب لتتردد على ألسنة الملايين. موعدنا الآن مع رائعة أم كلثوم ورامي والصنباطي، أغار من نسمات الجنوب، من حفل عام 1957. سيداتي وسادتي، مرة أخرى مع كوكب الشرق في حفلتها الساهرة بدار سينما ريبولي. قلت لكم من قبل إن أم كلثوم ستقدم لكم الليلة أغنية جديدة من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي ومن ألحان الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. بجوار الآن أيها السادة أستاذنا أحمد رامي، وسأتحدث إليكم قليلا عن هذه الأغنية الجديدة. أستاذ رامي، ممكن سيادتك تدينا فكرة عامة عن هذه الأغنية؟ طيب، قبل أن أتحدث عن هذه الأغنية أقدم يعني آيات تبريك بالموقف البديع اللي وصلنا إليه الآن بفضل أقطاب هذه الحركة المباركة، ووصلنا إلى حقنا إن شاء الله كامل. وبهذه المناسبة يعني أكون سعيد جدا بإني أسمع هذه الأغنية الليلة، ودي قصتها ترجع إلى الصيف الماضي وأنا نظمتها في الإسكندرية، وكان الموقف فيها يعني وصف الغيرة مما يعني يشغل من نود عن ناظم هذه القطعة. فأنا كان همي فيها أني أصور يعني مبلغ رغبتي في يعني استرعاء بصر وسمع من أحب. فوجدت يعني الغروب في ذلك الوقت كان جميل، وتصورت أن من أحب يعني يهتم بهذا، وتصورت مواقف أخرى من جمال الطبيعة، فوددت أن أكون قطعة من هذه الطبيعة عشان أسترعى بصر الله. أيوة. طيب، شكرينا ألف شكر. العفو يا سيدي. أما الأغنية أيها السادة، أغنية الغيرة، فتقول:
أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي، وأحسد الشمس في ضحاها، وأحسد الشمس في الغروب، وأغبط الطير حين يشدو على ذرى فرعه الرطيب. لقد ترى فيهما جمالا يروق عينيك يا حبيبي. يا ليتني منظر بديع تطيل لي نظرة الرقيب، وليتني طائر شجي أشدو بأنغام عندليبي. أظل أسقيك من غنائي سلافة الروح والقلوب، وذاك أني أراك ترنو لبهجة الشمس في الغروب. وتعشق الطير حين يشدو على ذرى غصنه الرطيب، وأنني من هيام قلبي وشدة الوجد واللهيب أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي. أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي، وأحسد الزهر حين يهفو على شفا جدول لعوب، وأحسد النهر حين يجري على بساط الجنى الخصيب. فقد ترى فيهما جمالا يروق عينيك يا حبيبي. يا ليتني زهرة تساقت مع الندى قبلة الحبيب، وليتني جدول تهادى ما بين زهر وبين طيب. وذاك أني أراك ترنو للزهر في غصنه الرطيب، وتعشق النهر حين يجري مرجع اللحن والدروب. وأنني من هيام قلبي وشدة الوجد واللهيب أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي. يا ليتنا طائران نلهو بالروض في سرحه القصيب، وليتنا زهرتان تهفو على شفا جدول لعوبي. تميلني نحوك الخزامى إذا سرت ساعة المغيب، فإنني من هيام قلبي وشدة الوجد واللهيب أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي. كانت هذه هي كلمات أغنية الغيرة التي ألفها الأستاذ الشاعر أحمد رامي، ولحنها الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي، وتشدو بها أم كلثوم.
طائر شجلي وليتني طائر شجلي أشدو بأن غامي
طائر جاي أشدو بأنغامي عن بالي بي أظل أسقيك من غنائي سلافة الروح والقلوب أظل Thank you.
Thank you.
قدمت أم كلثوم أغنيتها الجديدة أغنية الغيرة، وفي كل لحن لأم كلثوم جديد من ترنيمها الحلو ومن شدوها العذب ومن انطلاقها في رحاب النفوس والأسماع. أغنية الغيرة التي استمعتم إليها الآن من تأليف الأستاذ أحمد رامي ومن تلحين الأستاذ رياض الصباطي، وكانت هذه هي الأغنية الثانية في حفلنا الساهر الذي يقام بدار سينما ريفولي بالقاهرة. أيها السادة، بقيت لنا أغنية ثالثة وأخيرة في سهرة الليلة سنستمع إليها بعد أن نعود مرة أخرى إلى دار سينما ريفولي. الآن نترككم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. وهكذا كنا مع تسجيل نادر لهذا الحفل الذي أحيته كوكب الشرق أم كلثوم، والذي أذاعه عليكم زميلي صلاح زكي. إلى اللقاء مع جلال معوض وعصر من الغناء مع أم كلثوم. المونتاج عادل يماني وعاطف السيد.